برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة وبحضور عدد كبير من أبناء الوطن، نظمت جمعية فزعة شباب حفل لمة العيد لتكريم المتطوعين في حملة رمضان أمان في سنتها السابعة على التوالي. اليوم الحقيقة قمنا بتكريم اللجان العاملة في حملة رمضان أمان، وفي الحقيقة في الكثير من المتطوعين والكثير من الداعمين اللي أنجحوا هذه الفعالية، واستطعنا أن احنا نطلع بفعالية جميلة نشكر فيها الأعضاء الجمعية والفرق التطوعية اللي شاركت ويانا. ما ننسى طبعا إدارة المرور اللي قامت بدور كبير في تنظيم وتوجيه هذه المتطوعين في هذه الحملة، وفي نفس الوقت التأكد من سلامة المتطوع، ويعني التأكد من أن الحملة تودي رسالتها. الشخص اللي بروح بيافطر احيانا يقوم بسياقه بسرعه او شيء، فوجود المتطوعين الحمد لله بالاضافه الى انه يعطي الفطره يوعي السائق. واليوم طبعا الحمد لله بمناسبه العيد احتفلنا ايضا بتكريم هالمتطوعين اللي ما قصروا ووقفوا في وقت الفطور وتركوا بيتهم وقاموا بهذه الخدمة المجتمعية. طبعا اليوم نحتفل أول شيء بالعيد، ثاني شيء بتكريم الرعاة والمشاركين في حملة رمضان أمان. الهدف من هاي التكريم حافز وحق المتطوعين اللي ساهموا وتعبوا وعطونا من جهودهم وقتهم للحفاظ على أرواح الصائمين في رمضان. ضم برنامج الحفل أبيات شعرية من عضو جمعية فزعة شباب صالح الشرفي، وكلمات متنوعة من إدارة الجمعية ومن معالي الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، بالإضافة إلى عرض فيديو لحملة رمضان أمان السابعة. واختتم البرنامج بتكريم الرعاة والمشاركين وافتتاح معرض لعرض صور الحملة. طبعا هذه لله الحمد ثاني سنة على التوالي تشارك الإدارة العامة المرور مع جمعية فزعة شباب هذا في حملة افطار صائم اللي هو حملة أمان. لله الحمد احنا وجود الإدارة العامة المرور مع هذا الجمعية هو طبعا لتأمين سلامة المتطوعي عند طبعا توزيع الافطار صائم على سواق، ونفس الشيء نبي احنا نأمن سلامة اللي هو السواق بحيث انهم نقدم لهم لو وجبة بسيطة يفطرون فيها، يخففون السرعة، يبتعدون عن الحدود من المخالفات، حدود من السرعة، من الحوادث لا سمح الله، يوصلون بيتهم حق أهاليهم سالمين من غير حوادث. فإحنا وجودنا مثل ما قلت لك نأمن سلامتهم. لله الحمد هذه الحملة إحنا نبيه نحرص إن إحنا نشارك معاهم، نحرص إن بالعكس إحنا نشجع الجمعيات والشباب المتطوعين ونتواجد معاهم، نعطيهم التعليمات اللي مفترض انهم يتابعونه بحيث ان احنا توصل نأمن سلامتهم وتوصل نحد من الحوادث المرورية مثل ما قلت. ويذكر ان جمعية فزعة شباب تساهم في تنمية قدرات ومهارات الشباب واستغلال طاقتهم فيما يفيد المجتمع، حيث ان بلغ عدد المشاركين في حملة رمضان امان حوالي 500 شخص من ابناء المملكة. برعاية النائب عادل العسومي، نظم مركز الحورة والقضيبية الاجتماعي وفريق قادة المستقبل زيارة إلى قسم الأطفال في مستشفى السلمانية الطبي تحت عنوان عيدنا فرحتكم، حيث جاءت هذه الزيارة تزامنا مع أيام عيد الفطر المبارك. برعاية كريمة من سعادة النائب عادل بن عبد الرحمن العسومي وبتنظيم من مركز الحورة والقضيبية وفريق قادة المستقبل، حبينا أن اليوم زيارة إلى مستشفى السلمانية لزيارة أطفال للسرطان، وحبينا أن نقدم لهم العيادي بتنظيم من فريق العمل. طبعا فعاليتنا لليوم حبينا أن احنا نسويها لأن حابين نعوض الأطفال الصغار عن بعدهم عن أهاليهم في هاي الأيام السعيدة أيام العيد المباركة، فكنا حابين أن احنا نسوي شيء نحسسهم ترى احنا جراب منكم
واحنا نهتم لكم، وان انتم ترى جزء منا، ووجودكم في هاي المستشفيات مو معناته ان انتم ما تستمتعون بالعيد، ما تحصلون على عيادي، ما تحصلون على هدايا. فينا لهم اليوم بهالهدايا والعياد الطيبه والقدوع عشان نفتر عليهم ونقول لهم ترى احنا موجودين. وهاي الفعاليه اليوم كانت بحضور مجموعه من الفنانين والشخصيات وايضا المتطوعين، وهاي شيء كبير يدل على شراكه مجتمعيه مميزه. شارك في هذه الزيارة الفنان جمعان الرواعي كضيف شرف مع مجموعة من المتطوعين الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد، لتأكيد غاية هذه المبادرة التي تهدف إلى إثراء المجتمع ونشر السعادة. طبعا سعيد بوجودي في هذه الفعالية وهي زيارة الأطفال المرضى. أشكر طبعا جميع اللي بذلوا جهدهم لإقامة هذه الفعالية، وأيضا الأخوة المتطوعين يعطيهم ألف عافية. وإحنا جايين للأطفال أساسا نقول لهم أنتوا بعد صدق يمكن ما قدرتوا تعيدون معنا، لكن إحنا جايينكم علشان نخليكم تشعرون بالفرحة وفرحة العيد، وفرحتكم أكيد هي عيدنا أكيد. كل عام وأنتم بخير. عيدنا فرحتكم، زيارة حملت على عاتقها أمانة نشر البهجة والسرور لدى الأطفال المرضى وأهاليهم في يوم العيد. جيتكم هنا الهدية. السلام، شو بوسة؟ عمتي بخير، ما تبي شعر إن شاء الله. انتي الوردة. انتي ضج مسرح خيمة نخول بتصفيق الأطفال والكبار خلال عرض مسرح الدمى بقلعة عراد، واللي شمل على شخصيات وأناشيد وفقرات ترفيهية وهادفة للأطفال، كما تم تخصيص فقرة مسابقات وتوزيع جوائز على الجمهور. أنا عم بشتغل بالمسرح بمدينة نخول العام 2018، وهلأ هو هيدا العام العاشر على مدينة نخول، ونحن بنعمل فعاليات على المسرح. طبعاً أنا بقدم برامج على المسرح كمشاركة طبعاً، ومعي زميلي محمد الزعبي كمان. دايماً بنعمل فعاليات ترفيهية، ألعاب للأولاد على المسرح، بنختار من الجمهور يعني، والجمهور اسم الله كتير كتير واسع يعني، دايماً بيجينا من كل البحرين. كمان في عنا عروض دايماً مثل مسرح عرائس الدمى، عنا كمان فرقة محمد بن فارس كمان عنده عروض دايمة، عنا الساحر كمان الساحر وليد كمان دايماً عنده عروض دايمة كل نهار خميس. فإن شاء الله يا رب هيك يكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله نشوفكم كلكم بالخيمة إن شاء الله. اليوم حضرت مع شو اسمه خيمة نخول، وشو اسمه صادفت مع مسرح الدمى. في فعاليات وايد حلوة واستانست، وانصحكم تجون هني مرة ثانية. السنة اللي فاتت رحت نخول، وهاي ثاني يوم في هاي السنة أجي نخول، وأنا أحب نخول جدا، وأبي السنة الجاية يسوون نخول مرة ثانية. الصراحة أنا جيت وايد يعني خيمة نخول وعجبتني، وكل مرة أشارك في مسرح الدمى وايد يعجبني. كل شيء الدمى والترفيه واللعب كل شيء، والهدايا كل شيء يعجبني وايد صراحة، نفس المهرج والأشياء كذي.